هكذا تبدو الأمور حين تتجمع كل أحلام الوطن في خيمة ظلت صامدة رغم كل أنواع القمع المفرط والانتهاكات التي ارتكبتها كل من القوات الحكومية والميليشيات على حد سواء. تكافل المتظاهرين ودعم الكثير من أهالي بغداد والمحافظات كان سبباً في بقاء الثائرين ها هنا في ساحة التحرير التي احتفلت بقدوم شهر رمضان على طريقتها. المساندة أخوتي الثوار طبعاً من بداية الثورة طبعاً من يوم 11 أنا هنا حاولنا أقصى جهد أنه نقدم كل شيء بداخلنا لهذه الثورة من خلال دخول هذه المظاهرة ومن خلال مظاهرة ومن خلال احتجاج صارت ثورة استمرينا. يعني شاهدت أن رغم المدة اللي طالت أكو إنجازات، يعني حققنا إنجازات خلال هاي الثورة رغم يعني الإطالة ورغم هاي حكومة الفساد وحكومة الأحزاب، بس أنا عندي أمل الثورة تنتصر. يبدأ إعداد الطعام عادة منذ الصباح الباكر حيث يحرص المتظاهرون المتطوعون على تنوع الموائد المقدمة ثم يجتمعون مساء على الإفطار، لكن الأساس كما يقول العديد منهم إن هذه الخيام أصبحت متنفساً لهم لا يستطيعون العيش بدونها. هذا اليوم اللي أروح به للدوام هناك من النام تحس أنه أنت مكان غريب، تحس بخنقة، بس من ترجع هنا وتشوفهم تحس بالأمان. إحنا كنا نطالب بشيء، يعني كل مظاهرات كانت موجودة نتحسس أنه ممكن يتغير النظام، ممكن الفقير يعيش، ممكن واقع العراق يتحول إلى أحسن. فمن أجت مظاهراتنا ثورتنا المباركة شاركنا بها من يوم 11. هذا التاريخ يبدو أنه لم يكن سبباً في تناول هؤلاء المتظاهرين طعام الإفطار في هذا الشهر الكريم على مائدة واحدة فحسب، بل صاغ أفكارهم في مطالب موحدة ليس أولها إسقاط النظام وليس آخرها استعادة العراق استقلاليته بعيداً عن التبعية.